استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف، رئيس جمهورية الشيشان الصديقة لدى وصول فخامته إلى مملكة البحرين. وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين حريصة على بناء علاقات قوية مع مختلف دول العالم بما فيها جمهورية الشيشان، مشيدا بدور فخامة الرئيس وجهوده في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين.